ابتديت رحلتي في القوات المسلحة. الدكتور في الأول عمل لي باثولوجي وطلع إن لازم استئصال ثدي كامل. جوزي بقى هو ده قاله لجوزي، أنا جوزي قال لي لأ هنشيل الورم بس قبل ما أدخل العمليات، فجوزي قال لي لأ ده الدكتور قال يعني احتياطي نشيل الثدي كله، بس ده مرحلة أولى بس سريعة الانتشار عشان كده هنشيل الثدي كله. خدت عملت العملية واستئصال الثدي كله، وبعدين كان في كيماوي. طبعا الكيماوي ده يعني نار، مية نار بتدخل الجسم، كانت أصعب مرحلة عندي. أثناء مرحلة الكيماوي جوزي كان رائد على الحضور، مش متواجد معايا خالص، وبنتي كانت سنة وثمان شهور، كنت بوديها الحضانة وأروح أخد جلسة كيماوي وأرجع أجيبها تاني من الحضانة وأعيش حياتي عادي جدا بالرغم من الآلام. طبعا كانت أكبر دعم ليا بنتي، إني أنا كنت حابة الحياة عشانها. وجوزي كان أول أجازة نزل فيها شعري كله كان واقع، طبعا وكان بحكم شغله شعره قصير راح حلق زيرو وقص البنت شعرها قصير، وجاب لي اكسسوارات ولبس وميك اب، وقال لي بقى احنا هنعيش كده، احنا عيله القرعه هنعيش مع بعض كلنا زي بعض. يعني تقريبا حضرتك صرفت كام في هذه الجراحه؟ لا مش فاكره، مش متذكره ان كان زوجي هو اللي كان، يعني انا مش متذكره المبلغ يعني اللي هو اللي قام بيه، مش قادره اتذكر الحقيقه. زوجي عشان هو اللي دافع، فانا مش ما قاليش يعني من باب ان هو اللي عامل العمليه. بقول له ان ممكن اللي حصل لها ده يحصل لك في اي مكان تاني بغض النظر ان انت ممكن تتعب في اي وقت. هل هي هتسيبك؟ طبعا ما اظنش ان هي هتسيبك، فمش معنى انا هي مريضه دلوقتي في اي تعب، وانت مثلا يعني هي كانت سليمه معاك وتعبت، انا ما اتخلاش عنها، افضل معاها، ادعمها، اشوفها محتاجه ايه لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى يشفيها، وافضل اكمل معاها للاخر. جوزي ما بصراحه ما سابنيش، بالعكس يمكن جوزي كان اكتر انسان هو سبب في اني قدرت اكمل حياتي واني افضل واقفه على رجلي. من غيره انا ما كنتش قدرت ابقى دلوقتي مع الصحفيه والكاتبه والحاجات الكتير اللي انا بعملها في حياتي حاليا، يعني ان هو كان اكتر واحد بيدعمني. لا انا ما كنتش ناجحه خالص قبل موضوع السرطان ده، انا كنت دايما بقول على نفسي ان انا انسانه فاشله فشل ذريع، يعني بكل معاني الكلمه دي، واحده ما تعرفش تعمل اي حاجه في حياتها. بعد موضوع الكانسر ده حياتي كلها تقريبا اتغيرت 180%. من واحدة ما بتعرفش تعمل حاجة، مش مهتمة بأي شيء، حتى الطبيخ ما كانتش بتعرف تطبخ. لدلوقتي أنا الحمد لله أنا صحفية بكتب في أكبر الجرايد والمجلات المعروفة، أنا نفسي عندي مجلة إلكترونية بعمل فيها ده وناس بتكتب كمان عندي. كل ده جه بعد السرطان، يعني أنا عايزة أقول إن مفيش حاجة في الدنيا ربنا بيعملها وحشة أبدا أبدا أبدا، إحنا بس نصبر هنلاقي كل حاجة ربنا بيعملها لنا، لو صبرنا شوية هنلاقي وراها حاجة جميلة أوي أوي، بس نصبر نستنى كده وهنعرف إيه الفايدة من وراها.